جانب نجاح العملية السياسية والديمقراطية التي يتم بها تداول السلمي للسلطة في الغرب، بينما نحن في الأنظمة العربية والإسلامية لا يمكن نزع الحاكم العربي إلا إلى القبر أو إلى ما يحصل كما هو عندنا الآن حاصل في البلاد، مقاومة ودماء وأشلاء. أيضا المرشح ترامب فاز وهو رئيس عنصري، أظهر عنصريته بشكل واضح ضد العرب والمسلمين، لا يختلف كثيرا عن سابقة أو عن كلينتون التي ربما يستخدم الدبلوماسية للتعامل مع الدول العربية والإسلامية، وهم يضربون تحت الحزام، يضربون في العراق، في سوريا، في ليبيا، في أكثر من دولة، حتى في قضيتنا في اليمن تدخلات أمريكية. للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية لها موقف غير واضح بالنسبة لدعم الشرعية في اليمن، وإنما ما اتضح لنا جليا بشكل واضح أنها تدعم حركة الحوثي الإرهابية الإنقلابية مع المخلوع. كان مقصودا من الدعاية الانتخابية لفوز ترامب، وذلك بإظهار قضية مفاجئة للمرشحة هيلاري، وذلك في التحقيقات الأمريكية بأن أظهروا مفسدة من مفاسد هيلاري ساهمت في هبوط شعبيتها، وذلك مقصود. هناك زخم للدب الروسي قوي لا تستطيع أمريكا مواجهته، فاضطرت السياسة الأمريكية والكونغرس وصقور البيت الأبيض إلى ترشيح ترامب المرشح الجديد حتى يتناسق سياسته، تنسجم سياسته مع سياسة الدب الروسي، والهدف هو الأمة العربية والإسلامية. توقعاتي أن السياسة هي سياسة أمريكية واحدة، فوز ترامب أو هيلاري كلينتون في الانتخابات الأمريكية، الأمريكان لديهم مؤسسة خارجة عن هؤلاء إلا واجهة فقط للديمقراطية في العالم، أما سياستهم نحو في العالم هناك مؤسسة تديرهم، يعني تديرهم وسياستهم هي واحدة. العرب لم يستحسنوا فيهم خير لا من سابق ولا من اللاحق، هذه الحقيقة. فوز الرئيس الأمريكي ترامب على كلينتون يعني يعتبر يعني نصر عظيم للشعب الأمريكي، لأنه شعب ديمقراطي وهذه هي الديمقراطية. نتمنى أن تكون الدول العربية بنفس المستوى هذا، خلاص يسلم الديمقراطية ديمقراطية، أما الديمقراطية كله بالوهم هذا ما يصبرش، ونحن مع اللي يفوز هي بالأغلبية. أنا أعتقد أن الغربيين كلهم يعني يصبوا بمصب واحد، لا نعتقد الخير لا من أوباما ولا من الجديد هذا الذي انتخبوا، وهو عميل لروسيا وكلهم عملاء، ما فيش واحد يحب الإسلام ولا المسلمين بشكل عام. بالنسبة للمرشح الأمريكي الجديد والذي فاز الآن بالانتخابات الأمريكية، هو يحمل في صدره عداوة للإسلام، وكلهم بالنسبة لأمريكا كلهم لا يريدون للإسلام أي خير، فهذا ترامب هو الأكثر، وهو يعني عميل مع إسرائيل، عميل مع إسرائيل ويكون عداوة للإسلام والمسلمين.